هذا على جريدة 24 اللي ديما كتكون مع الجديد. حنا ممثل كمبارك نجار رئيس جمعية رعاية مدينة القدس. اليوم كنفتتحوا هذا المرافق ديال الوضوء للستوديوما بصفة عصرية لهاد الأشغال اللي كانت بداتها الرعاية ديال جمعية مدينة القدس تقريبا سنة وأربع شهور هكذاك. يعني بدينا عاد كملنا الأشغال، بدينا كما شفتوا المراحل الأولى كان الصرح ديال المسجد كان كيخسر، صوبناه ودرنا صوبنا البيت ديال المؤذن عاودناه كامل، ودرنا واحد جوج كتب قرآنيين وكملناهم الحمد لله فضل الله والمحسنين، ودرنا واحد البيت ديال المؤذن والبيت حتى هو صلحنا ديال الإمام. عاد آخر الأشغال المنجزة هي كما لاحظتوا دابا هاد مرافق الوضوء اللي بحمد الله اليوم راه فتحناها، ويعني كنتمنوا من الناس يحتفظوا على هاد القيمه المضافه، بانه كنظن بانه دابا ما بين احسن مرافق الوضوء نقول على الصعيد غا تزنيت، يعني الحمد لله بيناتنا الناس هما يعاونونا، وهذا ما كان. تبارك الله، شكرا.